بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا نعرف ما تحت السبع حروات. الآن نحن بالأمس جرت اشتباكات عنيفة بيننا وبين قوات النظام، والحمد لله تصدينا لوقف دولة الله. والآن سوف نذهب إلى المناطق التي تحت سيطرتنا ونطلعكم على آخر مستجدات والأوضاع الميدانية في كافة في منطقة السبع حروات. مقام الوزير تفضل. نحن الآن مع أحد مقاتلين الجيش الحر، كما ترى بعينك أجي مقاتل مراقب لدينا هنا. أخونا يراقب المناطق المكتوبة لدينا، الشارع شارع الجيمة، منطقة الجيمة، هذه المناطق المسيطرين عليها يعني المجرم. نعم هذا هو الجيمة الخيام الآن يتعرض للحريق. نعم هذا هو هون. نعم أخونا تفضل علي، تحب تضيف أي تحكي أي شيء؟ مثل ما لك شيء، هاي نقاط المراقبة اللي عنا، من هو مراقب الشباب، من مراقب الشغل، أي تسلل، أي حركة، مباشرة الشباب بدخلوا لقدام، إذا شافوا أي عسكري مباشرة بدخلوا لقدام وبطلقوا النار عليهم مباشرة. يعني تنعاد مثل نقاط مراقبة هي مكتوبة. هاي أيوان نقاط مراقبة، أي حركة بنشوفها أي هيك مباشرة ندخل لجوا لعند الرصد. حنا بنحس في حركة بندخل مباشرة لجوا.